ملحقش يتهنى بحياته ويفرح بحياته. شفت دم كتير قوي من كتر الحوادث اللي رحتها، من كتر الناس اللي دفنتهم، من كتر العيانين اللي شفتهم، ولكن لسه بتأثر جدا 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 اما بشوف دم، اني بتخيل اللي ممكن يحصل وبحط نفسي في نفس الموقف دايما عشان احس. يعني ناس كتير قوي تقول لك اوفر وبتاع، لا لما بتبقى انت في الوضع، يعني لما تيجي للناس دي وتقعد معاهم وتشوف الدم بعينيك وتمسك هدوم الجريمة في ايديك، بيبقى غير خالص لما تكون بتتفرج على التلفزيون، لانك بتحس انك معرض ان يحصل ده. يعني الكرسي ده او الدم، الصوابع اللي احنا شايفينها بتاعت الدم دي كان واحد بيحاول يمسك في العربية بيستغيث وبيتألم وهو رايح مستشفى عشان واخد طعنات سكاكين. واخد طعنات سكاكين ليه؟ عشان خناقة. ابني وابنك معرضين جدا جدا ان هما يتخانقوا، ويتخانقوا لأتفه الأسباب. الحلقة دي دعوة مني كواحدة صاحبة جدعة عليك، مني كمذيعة، مني كأي حد، بلاش نتخانق في الشارع مع بعض، لأن بيبقى الناس ضربة ترامادول وبيبقى الشيطان شاطر والأسلحة موجودة جدا، معرفش ازاي. أي خناقة في الشارع ممكن تنتهي بميت في الآخر، ومهما كان الخلاف ايه، هل يستاهل ان الواحد يتم عيلة أو يحزن أم على ابنها؟ فكر ثانية واحدة قبل ما دمك يسيح كده. دم سايح هنا وهنا، لو تقدر يا راضي من ناحية تانية تبقى تجيبها والكرسي ده غير الهدوم اللي هنشوفها. فكرة انك تسيح دم حد لمجرد ان انت عايز تبان قوي، او عايز تبان ان انت ليك عزوة في المنطقة، فانت كده خدت حقك. انت خدتش ولا حقك ولا نيلة، ده انت اهبل وعبيط، ضيعت عمر حد وهتضيع عمرك وهتضيع مستقبلك على ولا حاجة. ايه واحد زقني ولا زقيته ولا شتمني بامي ولا شتمته بابوه فاروح اموته، افقده حياته وافقد انا حياتي وابقى قتال قتلة ليه؟ يعني قلة الادب والشتيمة والتجرمة والبلطجة بقت في مجتمعنا متفشية جدا. مخدرات بقى، قلة تربية، ايا كان. عايزة اوريكم بس لما تدخل خناقة مع حد وما تقصدش وتديله مطوة كده هتعمل في عيلة ايه. تعالوا نشوف. من اكتر البيوت اللي دخلتها او الشوارع اللي لقيت الناس متأثرة جدا جدا جدا، ان دول بقى ولا مثلا ولا ناس كانوا مجرمين ولا مسجلين ولا حد دخل يقتل عشان سرقة، دي خناقة. وانا يمكن الموضوع يبقى هايف بالنسبة لكم، بس انا والله العظيم بحذرك انك لما تبقى ماشي في الشارع وتلاقي حد بيجر شكلك او حاجة هتكبر، صغرها ولم لان ملوش معنى وملوش لازمة، والحياة اسهل من كده. في حاجة اسمها كرامة، بس الكرامة ما بتتردش ابدا بكده. هو بس حاجة تانية أخيرة وهقولها كلمة حق في حق المواطن. لو احنا القانون بيجيب لنا حقنا وبسرعة،
مفيش حد هيبقى عايز ياخد حقه بايده. لو القانون، لو انا رحت وقلت فلان دلوقتي شتمني وانا ريام سعيد كده، انا طبعا ما عنديش حق اشتكي خالص، بس لو يعني لو انا رحت كده وقلت فلان شتمني، لو فلان ده اتجاب واتعمل معاه قضيه وفعلا بقى في عقوبه، غرامه او فلوس تدفع او اي عقاب، او مش هيحصل ده، مش هيبقى الناس عايزه تاخد حقها بايديها. القانون القانون القانون، كل شويه هنقول القانون. السلطة وانك تبقى قوي بان انت تعرف تموت وتعرف تجيب سكاكين. على فكرة عيل صغير بخمسة ساغ ممكن تديله مطوة وخمسة جنيه وقوله روح اضرب الواد ده، مفيهاش اي نوع من اي جدعنة ولا رجولة، بالعكس تماما. انت بتخلي حتة سكينة قد كده هي اللي ترجع لك كرامتك؟ يعني انت تبقى طويل شحط عريض كده؟ يعني الناس مبقتش بتخانق بايديها يا جماعة. يعني انا اعرف ان الصح ده ان انا لو راجل كان نفسي اطلع راجل، يعني لو انا راجل وراجل شتمني ولا غلط فيا بايدي، مش هروح مطلع السطور ومطلع السكينه ومطلع ايه ده؟ ايه الرجوله في كده يعني؟ يعني ما يعني ما انا ممكن ست هو اجيب سكينه واعورك في وشك في ثانيه موس بتاع، ايه الرجوله في كده؟